جمعية سكر الدكان بتتعهد بمكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة بلبنان. هالجمعية أبصرت النور ب 15 أيار 2014. تفاصيل أكثر عن سكر الدكان مع جهاد نمور. Are we getting lucky؟ وعم نقدر نكافح شوي الشغب يلي عم يصير بلبنان؟ Let's hope so. Let's hope so. كم دكانة صرتوا مسكرين؟ ولا وحدة، دكانة وحدة كتير كبيرة وعم تكبر. كل فكرتنا انه نصغرها، نحطها برجيم ونبلش تصغر شوي شوي. ما في دكاكين صغار يعني، في انتم بتكون دائما تروح على الاساس، لان اصعب شيء الواحد يوصل لفوق للاساس او لصلب المشكله، هيدا اصعب شغله. هو الفساد ثقافه ومنتشر بكل المحلات، مش هيك؟ ما فينا نحكي اسم الله، نحن عندنا دكتوراه في هيدا طبعا، اكثر من هيك كمان، واصلا بنبيع الدكتوراه كمان اذا عندك مصاري حسب السوق بتطلع بتنزل حسب اي جامعه. دكتوراه كمان يعني، بس هذا اخر واحد قالوا لنا عنه ب 20,000 بدبروا لهم شهاده الجامعيه. طيب جهاد، قديش سيريس هيدا المشروع؟ لانه هيدا المشروع يعني بدي اقول بوردر لاين بين المزح وبين القصص الجديه. المزح ما بدي اقول ليه مزح، لانه هو بارودي بالنهايه، يعني ما عم نمزح لنمزح، بس هو عم ننكت على قصص عم بتصير. قديش اليوم عم نقدر ناخذ هيدا المشروع جديه؟ قديش وعم نقدر نطبقه؟ لوين فينا ناخده حتى نقدر فعلا السلطات تطبقه بحذافيره مثل ما بنقول؟ نحن بنستعمل السخرية، يعني مش هيك عم تحكي عن النكت والنكتة والبارودي، بس سخرية تنقدر نتوصل على المواطن ونقول له انه الشغلة منا طبيعية، انه لازم يعمل شيء تغيير فيها. نحن بنشتغل بالتوعية، بس المواطن اخذ هالتوعية بجدية ولا كمان اخذها بدور السخرية؟ يعني انه مهضومين الشباب، عملوا سكر الدكانة لذيذين كثير، بس ولا واحد اخذها سيريسلي وبلش يبلغ. هو عندنا كثير تبليغ عم بيكتر من يوم ليوم، يعني من اول شهرين قدرنا نوصل على فوق 700 تبليغ، عم نوصل هلا قريبا على المليار ليرة لبنانية كمبلغ الرشوات اللي عم بيبلغوا فيها الناس. يعني الحركة بلشت تبين. هلأ في ناس بيقبضونا جد بأنه نحن جميع عم حارب الفساد، في ناس بيفكروا ما بيفهموا أنه هيدي سخرية وعم ناخدها على التخوزيام دوغري، بيخدوها أول درجة وبيفكروا أنه عم نبيع. هيك بيجوا لعنا بيقولنا قديش هيك شي دفتر قديش تبعوه، أما هوية قديش تبعوها عنكم؟ بيجينا كل وقت واتساب تليفونات انه مهتمين الناس، حتى لما ننزل على الطريق السلات صارت ثقافه عاديه، انه الشغله كل شيء بينشر وكل شيء بينباع، ما في مواطن بس زبون يعني بيحط الكلفه وبيطلع له شو ما بده. موجوده وين ما كان، بكل بلدان العالم، يعني ببلاد باوروبا كتار، اوروبا الجنوبيه خاصه كتير منا، يعني نحن ورتنينا على الاتراك والفرنسويه، الفساد مش انه اخترعناها هون، مش انه اذا في منا مش ضروري نكون مثلهم. يعني بعرف ما مش عم برر، بس عم اقول انه منا شيء سبيسيال لبناني. بعدين انه قاصدين جد فيها، يعني قاصدين توصلوا لحل ولا بس بتكون تضوا عليها من هلا لبعد هلا؟ يعني بس ما نوعي العالم ويوما ما بركي هن يوعوا، ولا في هدف معين من وراه؟ يعني وين دوركم بينتهي كجمعيه؟ هلا صرنا على 5-6 مسائل، هلا رح بلش وحده ورا الثانيه. اول وحده انه صحيح انه في فساد بكل الدول، بس نحن منو عام قد ما عم بيصير بلبنان، يعني هذه فينا نشوفها فينا نقيمها. صرنا هلا من سنه لسنه عم نعلى كرتبه كاكثر بلد فاسد، يعني صح. بس في هلا فينا نقطع، في 40 50 واحد قدامنا، بس فينا نقطع عنهم يعني من سنه لسنه. عم تزداد منا حاله عاديه. كثير صارت فوق من 10% من انتاجنا الداخلي فايت على الفساد، يعني منا ظاهره هيك صغيره، منا اكسبسيون، هيدي القاعده. والهدف الهدف انه مثل ما عم نتقدم بالفساد نرجع لورا شوي بهالطريقة. بتعتبر انه يعني مقتنع انه بقى توصل لنتيجة، ولا عم تعملها تتفش انت خلقك تحس حالك عم تعمل شيء ضد الفساد؟ صراحة يعني صراحة نحن ما بدنا نضيع وقتنا، يعني اذا ما نحن مقتنعين بالقصة ما كنا فتنا فيها. وين بينتهي دوركم؟ نحن لما المواطن بيخدها جدية وبصير هو كان بيمشي بيبلغ وبيحاسب كمان السياسيين والموظفين قدامه، مش هو بيرشيهم دغري تلقائيا بيعطيهم السعر تيعجل الامور، اما تياخذ ورقة وما عنده المعايير لها.
أنا هون وقت أنا كنت تحكي عن السياسيين ما خايفين بعدين يعني بس تبلش تطبق وتسكروا وهيك من ضغوطات حتصير عليكم ما حاسبين لحساب صرنا عدة أشهر يعني مبلشين وما عاد ما شفنا ولا ضغط لا مش هلا عم بحكي كيف حتتفاعلوا مع الضغوطات اللي حتصير مش على الشكوى على التبليغ نحن بنطلب من الناس يعطونا بس قديش المبالغ وين عم بتصير لأي معاملة عم بيدفعوها مش عم ناخذ بالتفاصيل أكثر كم تبليغ اليوم إجاكم يعني كم اتصال بيجيكم تقريبا بالنهار حسب النهار ساعات كمان في عنا عدة طرق تناس يبلغوا عنا في بطريقة التليفون على الابليكيشن كتير هينة فيهم على التليفون عنا هوت لاين 76-88-88 كمان كتير هينة اوقات بيجينا على الواتساب كمان على السوشيال ميديا فيسبوك كيف دفعته لجبتوا الرقم ما بدك تشتريها من برا بتروح على جيغو بيعطوك النمرة يعني ما في مشكلة عندك الجولدن نمبرز ما بعرف شو الدايموند وكلهم يعني بس عندهم تسعيرة ما في رشوات ما في رشوات لا مع تسعيرة طيب جهاد كم تبليغ اجاكم؟ ولا بالاول اجيكم ضغط كثير بعدين نفسوا شوي لا نحن بالعكس نحن تيضل في تبليغ عم نضلنا عم نعمل عمليات جديده بننزل عن المواطن مش بس بالميديا بس حتى على الارض يعني بصير ننزل نحن نعمل تيمز وبننزل على الارض وبناخذ تبليغات خبرنا ثلاث رشوات اكثر شيء لفتوا لكم نظركم او فاجئوكم في عدة انه كلهم بيفاجئوا نوعا ما شيء حرزان يعني بحسب الحرزين يعني كمبالغ كبيره بنبلش بالشك عنها بدنا نتاكد عليها نحن اكثر شيء بنهتم بانه يجوا الرشاوي العاديه الناس المواطن العادي بيرش عليها هول بنعرف قيمتها وبفينا نشوف اذا صح ام غلط كيف تتاكد اذا مزبوط مش المواطن عم بفش خلقه لانه عذبوه بالاداره ولا كونه لبناني بالهلالين بحب يضخم الامور ينق ويقول انه دافع مصاري هو مثل بكل سونداج يعني بدك توصل على ارقام تقدر تشوف شو هن البغي النويز فيك تشيله منه من هول الاشياء الغلط اما صح نحن بالجمعيه في كثير جامعيين بنشتغل بهذه الطريقه لازم تروحوا على الارض تتشوفوا اذا مزبوط عم بتصير طبعا بننزل بالسياره بننزل على الاداره بنحط ضغط دغري وهذا البنس هيدا بنحطه على الناس بفوتوا انه نحن ما بنرشي وكمان بنشجع المواطن يلبسها يفوت وكمان الموظفين كمان قصه كده الرشوه والفساد هي ثقافه عامه يعني مش بس الموظف هو عم بيقوم فيها المواطن كمان قوين بفوت دغري واشياء صارت عادية المحامين بفوتوا هالقد بالدوسيه عندك مش كلهم لا بس اذا ما بيفوت ما بيقطع اوقات الملف يعني هالقد واصل كل شيء يعني بيقطع في مثل ما عم تقول هي ثقافة في بعض الناس معودين لها تيهينوا امورهم بس في كثير اشياء بتقطع بلبنان بلا ما تدفعوا ليرة صحيح فيك بس بصعوبة بدك تنطر واوقات ما بتزبط كمان المكتب بيحط محامي ثاني تيروح محلك يسوي بيقدر يمرق المعاملة ريما نجار كنت عم تقول قبل انه بتنزلوا على الطرقات وهيك كيف عم تتوسعوا غير الدكانه بالجميزه يعني عم تشاركوا بمعارض بالجامعات تتعملوا توعيه كنا عم نشوف بالريبورتاج انه في توعيه للتلاميذ شو عم تعملوا غير اكتيفيتيز نعمل بالجامعات بالمدارس بننزل كمان عم نعمل دكانه بكل بالمدن عملنا بصيدا بطرابلس عم نتنقل كمان نعمل نفس الشيء بدنا نوصل على كل اللبنانيين تكنوا يشوفوا انه هن فايتين فيها بيقدروا كمان يغيروا احنا okay. عم نحارب مش الفساد اولا اكثر شيء الشك انه محاربه الفساد فيها تؤدي على شيء بدنا الناس يشوفوا انه فيهم يعملوا شيء وفيهم يؤدوا لنتائج في بتلاقوا ناس مثلا بيقولوا انه هيدا لازم يكون قرار سياسي موحد لمحاربه الفساد انه انا ما خصني بيجي هيك طبعا هيك طبعا في كثير اوقات ناس بيقولوا لازم تروحوا على الكبير بس هي كده ثقافه بدك تبلش بمحل وين بدك تبلش منه نحن عم نبلش من النفس مش كمان بناخذ اسم المبلغ وبناخذ اسم المرتشي كمان مش عم نحارب اشخاص حبيب قبري جهاد ما تنبص كثير بالشباب يعني هلا هن عم بيقولوا لك برافو شو هالشغل حلو نص ما كان معه دفاتر سواقه لو ما في دكان بالبلد بس انه ماشي الحال انا منهم يعني وانا كمان انا شوي حبيبها للدكانه صراحه مثل ما هي بس بدي هنيكم على الشغل اكيد اللي عم تعملوه هلا هي شوي شغلكم جاي صعب كتير لانه عم تشتغلوا بالعكس في عندكم للاسف بلبنان مجلس النيابه ما كتير بيشرع بيساعد انه يعمل خدمات للعالم تيكون نايب سو اكيد رح يحاربكم وما بيوافقوا ابدا اللي عم تعملوه اذا مش النظام بلبنان بيتغير كل مجلس النيابه مش كله حرام في 127 ايه تقريبا في ضل واحد بس انا بدي اسالك مين اول شيء عم بيمولكم لانه عندكم سيارات ومحلات ويب سايت وكل هالشغل وتاني شيء ما فكرتوا انه ليه يعني مين بده يبلغ ما اللي عم يرشي
مبسوط ماشي حاله عم بيظبط اموره وعم بيوصلوا الخدمه اللي بده اياها. ما راح يتلفن سوري انا بدي بلغ ان رشيد حدا تاخذ ما بعرف يرشي يعني سؤال يعني بده انتياز بيرسون تبلغ توشي اذا بدك على هالشخص. يعني صعب كتير تتلاقى لانه اللي بيعمل هالشغله ما بيخبر عنا بيبقى مطابخها مزبوط مرستها على الاخر بقلب الملف وظابطه تمام زي الورد. سو هيدي سؤال تاني وثالث سؤال واخير عرفتوا انه لا معلش في بترجع بكره بترجع ترجع عليهم مين عم بيمول رح انهي بهول مين عم بيمولكم وكيف يعني كيف الآلية انه حدا يبلغ انتم ناطرين حدا يبلغ عن حدا ولا منتظرين انه حدا رشي يخبر او رتاشا يخبر؟ هلا اذا بتفوتوا على السايت او على الابلكيشن بتشوفوا مين عم ببلغ وقديش بدك مغلف تتغير حديثك بهيدا التبليغ ليك من الاخر قديه بدكم تتسكروها ما بدنا نسكر كمان اغلبية شغلنا مبني على التطوع عندنا كثير متطوعين هلا فوق ال 200 شخص عم يشتغلوا معنا ناويين يشتغلوا معنا بكل الامور عم نقوم فيهم. انتم مين؟ انتم مين؟ نحن كلهم جامعيين شباب ناشطين ناس فايتين بالاداره كمان عم بيعملوا عم بيشتغلوا على التغيير. في عندكم على طموح سياسي؟ لا 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 نحن بدنا طموح وطني للبلد بدنا انه الناس هن يوعوا عن حالهم ويعملوا التغيير هن عم بيعيشوا يوميا والناس عم بيبلغوا الناس عم بيرشوا اغلبية الاوقات. ومش هيك نحن بهيدي العمليه نحن ما نقص شكوى النظام هيك النظام عم بيخلي الناس يرشوا وعم بيخلوا الموظف كمان يقبل من معاشه من طريقه العمل بشوف الاكبر منه عم بياخذ اكثر بيقول ليش مش انا. كل فكرتنا انه يتغير كل النظام بدنا نبلش من محل المحل هو المواطن. باوقات كمان في شغله كمان ثانيه انه في كثير ناس بيقولوا خلص ما في امل نحن فكرتنا نقول انه في امل فيكم تغيروا كمان بنضوي على الاشياء الايجابيه الموظفين اللي بيرفضوا الرشوه كمان هيدي عنا صار عنا عدة أمثلة اجوا ناس اجت قوي فاتت بدها تمارس ماشي شغلة طلعت مصاري رفض ورفض وزبطنا المعامله رفض لانه بده اكثر كان فهمه لا 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 رفض مشينا كمان اسمعها من اخر حبيب غبريل صراحة قد ايه بتأمن انه هيك مبادرة رح تقدر تحل الفساد بلبنان؟ اول شيء انا بس الله يعينه هذا الموظف يلي نحن عم نمسح الارض فيه بيقبض 600-700 الف ليرة ومليون ليرة وعنده اربع اولاد وحالته حالة بس بيعمل 10000 دولار في الشهر من وراء الرشوات هو زيته هيدا اللي عم تحكي عنه خليها مستورة ما كتير بدي احكي معه مثلا exactly. الشخص انا بس بدي اقول انه يا ريت هيدي الحملة تبعكم اكيد انا بشجعه وانا ضد الفساد ويا ريت جبت لنا بين كمان تنحطه على صدرنا كلنا بس بدي اقول لك انه ما بعرف قد ايه رح توصل لنتيجه انه بس بلغوا او تعلنوا عن حاله فساد بدها كتير وقت يعني ما في سانكسيون بالحياه لازم تعاقب الشخص انتم منكم ما عندكم سلطه تقدروا تعاقبوها ان شاء الله تطلعوا بهيدا ونحن رح نساعد قد ما فينا اكيد القصص اللي بتخصني لا بس انه كل شيء اذا شفت شيء ما بخصني اكيد طبعا ريما نجار اكيد بلاقي مثل ما قال حبيب الفكره كثير حلوه وحلو نحلم ببلد يعني ما فيه فساد وهيك بس اتس ا فيشس سايكل ونحن علينا مسؤوليه يعني التغيير حيبلش فينا فمثل ما قال حبيب اجين بدها وقت كثير بقى جود لك رشيد بحصلي من الاخر بتمنى عقبال ما يصير لبنان كل مواطن خفير اللي مثل سويسرا بيجي الزلمه اذا شاف جاره صاحبه جاره صافف غلط هو بيعمل له الضبط يعني مثل سينيال بالمدرسه هو بيعمل له الضبط لانه ساعتها يصير كل واحد بيعمل لحاله اوتو ما حبيت ابدا ابدا ما حبيت من الاخر من الاخر قال له حبيبه عايز ايه من الاخر بلكن ان شاء الله توصل لنتيجه مع انه نحن صار فينا شويه ياس بهذا الموضوع اكيد تامز اب بس بحسها بعيد الامد يعني صعب جدا نشوف هلا نتائج نكون واقعيين على فكره بقى بدهم منك 5000 بالجامعه ركعني من الاخر جهاد بهنيكم على الفكره وانا رح ادعمكم كثير 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 ايه خلص يلا ابو خلص لا خلص الف مبروك جهاد سكرت الدكانه بفضل دعمنا وانا ما بوثق للراي لانه حتعملوا نتيجه وان شاء الله بالقريب العاجل بس انا بدي اطلب منك شغله واحده بس غير المواطن يلي انتم عم تركزوا عليه بركي كمان بتحكوا اكيد في سياسيه بعدها كثير منيحه ونزيهه بالبلد هيدا ليصير عندكم دعم بدكم هيدا الدعم هالقد قوي حتى تقدروا تحققوا هالشيء وان شاء الله قريبا
وجاج حرب يعني ماني بعيد ابدا عن رايهم كلهم، خاصه انه الفكره حلوه بس كثير طويله الامد تقدر تغير نفسيه الناس، ومثل ما مبين بالقطع على شباك التذاكر اذا بدك اللبنانيه ما بيتغيروا الا بالقوه. يعني بيعطوا اكزامبل واحد وقت اجى بشير الجبيل على 20 يوم على الحكم كيف كلهم صاروا يروحوا على الوقت ووقفت الرشوات يمكن بس لانه سمع اسمه وهيك، وهيك كانت يمكن المرحله الوحيده من 40 سنه لليوم 20 يوم. فبالتالي غير ما تجي القصه بالقوه بستصعب انه توصل لنتيجه، بس العمل اللي عم تعملوه بجنن ولازم تشدوا بعض اكثر، يكون معكم ناس من الاداره هن عم بيمشوا هالسياسه داخل الادارات لو بدهم يحملوا نكت زملائهم. عنا ييهون عنا ييهون عم نلاقي كثير ناس عم يشتغلوا معنا من الدوائر هول اللي بسميهم الحلفاء، وعم بيجوا عم بيشتغلوا كمان هيدا الدور اللي بيشكي اصحابه مش عم بيشكي اصحابه، بالعكس بده نشا تصير مثل ما لازم تكون. يعني مش ناس عم بياخذوا اوراق ما عندهم المعايير، يعني في خطر للمواطن من اكل منزوع عم بيفوت مع رشوه لادويه يعني منزوعه على كل شيء على خطر بكثير من دفاتر السويق اللي حقهم مصاري. يعني اذا بتنخبص من وحده ما بتعرف تسوق بس مين عم بيمول المشروع بعد؟ عمالي اعرف مين عم تمويل حسب عم تشوف. نحن طلبنا تمويل، عملنا فاند ريزنج دينر، عندنا كمان بنقبل كمان تبرعات مثل السيارة، هيدا إيش التبرع على ما دفعنا حقه. عندنا كمان بنطلب من corporate responsibility، يعني ناس بالقطاع الخاص بيفوتوا بيقولوا نحن بنساعدكم بطريقة انه بالمادية. مثلا يعني بتفوتوا على مكتبنا نحن على شارع مونو بتعطوا عبد الوهاب مونو، كل شيء بتشوفوه هونيك اجا هبة كله، ما اشترينا الا كم شغلة صغيرة، كل الباقي كله هبة من كنبيات لكل شيء كل المكان. نفس الشيء من للسيارة مثل ما قلت، وكمان اشخاص خلينا نقول عندنا موظفين، نحن كل الناس اللي عم يشتغلوا بالدكانة مش منهم موجودين بنفس المحل، بس عندنا شركات بيعطونا الموظفين تبعهم 5 ساعات 10 ساعات بالاسبوع تيساعدونا بهالمجال. مثل الانترنت سايت مش نحن من عنا عم بتصير، شركه خاصه عم تقدم لنا شخص بيعمل لنا. اكيد لكل هالشركات اللي عم تحاربوا الفساد بنوجه لهم تحيه كثير كبيره. شهاد نمور انا بدي اتشكرك كثير، شكرا لفعلا دعمكم اللي عم تقوموا فيه، وهالويب سايت كله والبلاتفورم كله من الويب سايت للتليفون للابلكيشن يلي عم بتجربوا تخلوا الفساد يخف ويخف لحديث ما نقدر نقضي عليه بلبنان. مره جديده جهاد نمور شكرا كثير لوجودك معنا الليله. شكرا لكم. جهاد بس حبيبي في $200 لأديب قطعة قبل ما يجيب. شكرا شكرا جهاد. هيك جديد بحلقتنا بوقت بريك، ما تروحوا لمحل، خليكم عم تتواصلوا معنا فيسبوك تويتر انستغرام. بريك ومنرجع.